يعد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 الذي انطلقت فعاليات النسخة الثانية منه يعد منصة حيوية تدعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يعتبر بايدك 2019 بمثابة قصة نجاح بقيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله ورعاه بنهجها الدبلوماسي الحكيم وأجوائها التنظيمية المثالية واستراتيجيتها الدفاعية الداعية إلى تفعيل التحالفات الدولية في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 حدث عسكري بارز استقطب بما يحتويه من تنوع وإثراء كبير في المجال العسكري العديد من الشركات المصنعة عسكريا وتكنولوجيا علاوة على الوفود العسكرية إقليميا ودوليا. بعد تفضل صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تفضله بافتتاح المعرض صباح هذا اليوم، نرى بأن الاهتمام بالوفود المشاركة وزيارة عدد من المعارض الخاصة بالدول ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين يشاركون معنا بأجنحة دول لصناعة الدفاعية والعسكرية المقدمة في المجالات الجوية والبحرية والبرية. سعدت اليوم بزيارة مملكة البحرين وحضور معرض الدفاع، وقد وجدت في المعرض تنظيم وترتيب على أعلى وأكمل مستوى، وتوفر في المعرض كافة المعدات والصناعات التي تقوم بها كثير من الدول، وقد كان تنظيم المعرض تنظيما ممتازا على أعلى مستوى، وقد قمنا بزيارة أكثر المواقع وطلعنا على كثير من المعدات والمعدات التي يحتاجها جيشنا في الجمهورية اليمنية. تبادل الخبرات العسكرية التكنولوجية والميدانية هي أبرز الدوافع التي استقطبت وفود المعرض من أكثر من 60 دولة، علاوة على ضيوف المعرض من قيادات عسكرية ووفود هامة جاءت للاطلاع على أبرز ما توصلت له الصناعات العسكرية. مثل ما هو معروف أن احنا دائما نتطلع إلى تطوير العمل في قوات دفاع البحرين وأيضا مع أخواننا أشقائنا وأصدقائنا، فهذه فرصة كبيرة أن احنا نطلع على أحدث الأسلحة والآليات والمعدات العسكرية. فالحمد لله يعني اليوم مستوى المعرض مستوى راقي جدا، ونتمنى الاستمرار إن شاء الله والمزيد من التقدم لقوات دفاع البحرين. المؤتمر هذا يعكس طبعا استعداد البحرين ويعكس اليوم الأوضاع اللي نعيشها طبعا في المنطقة تستدعي وجود مثل المؤتمرات. زوار المؤتمر أعتقد فاقوا 10,000، ومتوقع كذلك لهم زيادة بمشاركة أكثر من 60 دولة، وهذا فخر للبحرين. التميز والاحترافية هي من أبرز ما قدمته قوة دفاع البحرين خلال تنظيمها لهذا المعرض والمؤتمر في نسخته الثانية، علاوة على جملة التمارين الميدانية على مختلف الأسلحة الدفاعية البرية والجوية والبحرية بمشاركة أبرز الشركات المصنعة على مستوى العالم. حجم المشاركات الدولية الواسعة التي شهدها افتتاح هذا المعرض اليوم تؤكد على المكانة المرموقة التي وصلت لها مملكة البحرين، كما تؤكد كذلك على مدى التقدم العسكري والتكنولوجي في المجالات الدفاعية الثلاث البرية والبحرية والجوية والتي استعرضتها الشركات من أكثر من 60 دولة حول العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.